بعرف إنه حملك كبير، وبعرف إنه اللي عم يصير معك أكبر من قدرة أي إنسان طبيعي. يا فرات انت البلد، بس هي سمعت العائلة. بس اللي ما عم تصدقه إنك أنت فوق الطبيعي. مشان أهلي وناسي يعيشوا كان لازم أعمل هيك. يقتل لكن ينقتل وتنقتل العيلة كلها معه. ما حدا بهذا المكان مثالي، حتى أنت. نحطت بين إيديك تركة كبيرة عطاك ياها أبوك، لما تمكنت نزلت فينا واحد واحد. فرات أنت كيف بتفكر؟ أنا بفكر بالملايين. أنتوا بتفكروا بحالكم،